أيها السادة الكرام، تحية والاحترام، السلام عليكم، مرحبا بكم في جلسة فنية جديدة. جلسة مع منظور وسيلة، جلسة مع منظور وسيلة. جلسة مع منظور وسيلة، جلسة مع منظور وسيلة. سما منظور مسيلة، والله ما منظور مسيلة، وهي ما منظور مسيلة لأنها عن صاحب هذه الجلسة اللي بنقولها كل يوم، أستاذنا الفنان الكبير إبراهيم الكاشف، ولها مناسبة زايد المناسبة، والمناسبة هي مرور هذا الأسبوع، مرور 41 سنة على رحيل الفنان العبقري إبراهيم الكاشف. 41 سنة مرت يا أستاذنا، ولازلنا نغني، ولازلنا نذكرك، ولازلنا نطرب مع ألحانك، ولازلنا نردد إبداعاتك أيها الفنان الكبير القدير، أيها الإنسان الحبيب إلى القلب. نعم، الأستاذ الكاشف عليه رحمة الله كان ظاهرة في الفن السوداني، من الظواهر القليلة، وكان صاحب عبقرية وهب له المولى سبحانه وتعالى، استطاع أن يغير مسار الغناء السوداني بألحان قل أن يجود بها عقل إنسان أو موهبة إنسان، والناس يستسهلوا الألحان في بعض الأحيان لأنهم ياخذوا ياخذوا الشعر، والشعر فيه ألحانه، أي قصيدة فيها ألحانه، النيل العذب هو الكوثر والجنة شاطئه الأخضر، أغني عليك، النيل العذب هو الكوثر والجنة شاطئه الأخضر، غنيتها ولا ما غنيتها؟ لكن ده التلحين، ده المشي وراء إيقاعات الشعر، التلحين هو الخروج عن إيقاعات الشعر إلى إيقاعات الغناء، وده ما فعله الكاشف، خرج من إيقاع الشعر إلى إيقاع الغناء، وقال الشعراء يكتبون الكلام ونلحن المعاني، وعشان كده كان الخروج يسير جدا وسهل جدا في أغنية الليل ما بنوم، كلمة واحدة قلبت الغنى، اللي هي كلمة قال، لا مش الليل، آسف، في الشاطئ، الليل دي حتكلم عنها بعدين، في الشاطئ قال في كلمة قال، في الشاطئ طال بين السمر وحبيب نقال، ضوى القمر بيكشفنا، في الغنى الصبغ، في الشاطئ طالبين سمر وحبيبنا قال ضوى القمر، لا هو قال قال، واهم ما في الكلام قال يا اخي، اهم ما في الجمله دي قال، وهو قاعد انقال دي قال هي، عشان كده وبعدين في الاخر عمل حاجه غريبه جدا بتاعت غرود عيونه وغنى لي من ميل مع صوت الجميل في غاية الحياة وبعدين انت السعادة بأكملها يا بأكملها بأكملها، يا سلام. ثم هذه العبقرية تتجلى في كلمات عمنا عبيد عبد الرحمن، الليل ما بنوم، الليل دي لو مسكتوها كشعر هتلقوها 15 شطرة، كل شطرة واقفة براها،
ما في اي حاجه بتجمعهم. الليل ما بنومه لان حارس نجومه، طول يا ليل وهود عاجبني طول الليل، الليل نسيمه عليل، الليل سكونه جميل، الليل به النساك تتامل الافلاك، الليل به العشاق تتذوق الاقلاق، تتناجى بالارواح والشده ما بترتاح، ما دايره يا تصبح، وهكذا وهكذا على طول. وبعدين في البيت الثاني بغنوا الشباب غلط، انا لي فيه ذكرى الليل وماخذ عني فكره يغنوها ماخد عنه، لا الليل عارفني عم العبيد، قاصد انه الليل ده عارفني كويس، انا البسها الليل، انا بقعد مع حبايبي في الليل، انا بقعد مع اصحابي في الليل، انا ابن الليل اللي بقعد في الليل. يعني عايز يصرف نفسه انه الليل عارفه. وعشان كده جه في البيت الثاني قال له يا ليل انت شايف ويا ليل انت عارف، اما بلغك يا ليل، جعل من الليل شخص يتكلم معه، يكون فيه التلاقي وانظر فيه حبي الحابيه قلبي وينظر ما اولاك. شوف وبعدين داير اجيب بيكم قبل ما يغني الاستاذ عصام محمد نور، عايز اجيب بيكم عن عند العبقريه اللي ختمت الليل الجزء الاخير، عمل فيه ست نغمات مختلفه، ست نغمات. يا ليل انت شايف توليه وهيامي، يا ليل انت عارف اشياء عن غرامي، خلاص اما بلغك يا ليل بالله يعيرني سماع، دي عمله كبري. تعال نمر ثلاثة، أحكيك حبي الضاع وتغير الأوضاع، هنا دخل الغنى الجماعي، حبيت محاس ننسان في غاية الإبداع، عاهدني حبيت ووجدت عهده خداع، أقفل قلت لي كل وداع. قم غني يا أخي قم غني.